سيدهم هو شعار الذي اختاره العديد من المواطنين في هذا الشهر الفضيل باختيارهم مهن بسيطة مقابل هامش ربح صغير، همهم الوحيد الرزق الحلال. المزيد في تقرير إقبال هباس. مع قدوم الشهر الفضيل تعج الأسواق والطرقات بأصحاب المهن البسيطة أو كما يسميها البعض مهن المغلوب عليهم، حيث يلجأ هؤلاء الباعة إلى بيع مواد بسيطة وبهامش ربح صغير. البيع كلش خونا، كان حشيش، كان معنوس، كان كرفس، كان بورو، كان نعناع، كان زعتره، كان روند، كان بورو، كان حميصه، كان نبيع قطايف ديول اكتوب صافا والله الحمد لله شويه شويه. حنا كل عام هكذا نخدموا ديول قطايف كل شهر، كل شهر رمضان. في رمضان يغتنم بعض المواطنين الفرصة لكسب الرزق الحلال ولا يجدون مفرا من بيع البقوليات والبهارات ومختلف السلع بكميات قليلة. نبيع حميصه، زبيب، الفريك، كل شهر رمضان هكذا. انتيك الحمد لله خل ما تريح يا اخو، تخدم كذا منا مليح في رمضان ناشط كذا تخدم. ربي سبحانه يطيح علينا بركه. هاك شوف هاني نبيع في السوايع في السبادي. واش رايح دير يا اخي؟ تروح تسرق؟ ها؟ وكبرت بهم خمسه اربعه هم في ديورهم زوجين. بين الرغبة والحاجة تصبح المهن البسيطة الرزق الوحيد الذي تقتات منه بعض العائلات، فحسب تصريحات هؤلاء الباعة فإن همهم الوحيد هو الكسب الحلال.